السلام عليكم. على تليفونات الاوبو ازاي تقدر تخلي برامج تشتغل بالنت وبرامج ما بتستخدمش النت؟ يعني ممكن تشتغل على الواي فاي ولا على البيانات الهاتف، ولا اصلا ما تدخلش على التليفون خالص على النت، فما تجيبلكش اعلانات مزعجه والحاجات اللي انت بتشوفها. يعني مثلا عندي شويه الالعاب اللي انت شايفها دي كلها بتشغل اعلانات ودوشه وانا موجود، فممكن وانا بلعب اللعبه اقفل الاعلانات وابقى متصل على النت زي ما انت شايف الواي فاي، الواي فاي شغال وما بيفتحش اي اعلانات. طيب على الاوبو يا جماعه، انا ما اعرفش دلوقتي غير على الاوبو، في برامج كتير بتشتغل على التليفونات التانيه، لكن اللي مع اوبو هو اللي هيفهم دلوقتي الموضوع بصوت. بتفتح الاعدادات وبتفتح بطاقه الاس اي ام، عندك في تطبيقات تستخدم واي فاي وبيانات الهاتف بتفتحها، تلاقي كل البرامج اللي موجوده عندك، برامج بتاعت التليفون نفسه او برامج اللي انت شطبتها. مثلا وليكن برنامج اللي هو فيسبوك، انا مشغل الفيسبوك على الواي فاي وعلى بيانات الهاتف زي ما انت شايف متفعل قدام، ممكن تخليه على الواي فاي بس كده، مش هيدخل عندي الفيسبوك على الداتا بتاعتي خالص، هيدخل بالواي فاي بس، او ممكن الغي خالص نرجع زي ما كانت. حاجة تانية زي البرامج اللي هي مش محتاجة نت زي العاب مثلا اوفلاين وليكن زي دي، انا ممكن اخليها اغلق كار ريسنج، لو جيت فتحتها دلوقتي هتشتغل، هيقول لك عايزه سماح ولا معطل، ولا خلي معطل يفضل معطل، ولا بعد تفتح عادي مش اي مشكلة عشان ما نطولش. شكرا.